هم فرضوا هذه العقوبات. المفروض أن ترفع العقوبات، لكن نحن نترك الأمر لهم وحرصهم على الشعب السوري إذا كانوا صادقين. أمشي بالدور. معالي الوزير حسين مرتضى، قناة العالم وبريس تي في. اسمح لي فيما يتعلق بموضوع التوقيع على مشروع البروتوكول، البروتوكول أصبح الآن ساري مفعول. كيف يمكن البروتوكول أن يحمي السيادة السورية ويبقي حق سوريا في بسط الأمن والهدوء على كامل تراب الوطن؟ بمعنى إذا كانت أو إذا قامت بعض الدول الآن بعد التوقيع وبعد دخول بعثة المراقبين إلى سوريا، إذا قامت بعض الدول بدفع أموال إلى بعض الأشخاص هنا على الساحة السورية وقاموا هؤلاء بالتجمع في إحدى الساحات مثلا في العاصمة، كيف يمكن لسوريا أن تتعاطى مع هذه الحالة، وخصوصا أنه ستكون سوريا مفتوحة أمام وسائل الإعلام، أمام بث مباشر، وربما يكون هناك شعارات ضد الرئيس أو مناهضة للنظام وما شابه ذلك، استغلال بعثة المراقبين من قبل هؤلاء ومن قبل بعض الدول؟ كيف يحمل البروتوكول السيادة فيما يتعلق بهذه النقطة؟ أولا، السيادة تحمى من خلال نص البروتوكول والتنسيق مع الحكومة السورية، وبنفس الوقت المستند القانوني لهذا البروتوكول. المستند القانوني هو المادة الأولى من خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة، ونحن ملتزمون بهذه الخطة. لذلك أقول أن مثل هذا الافتراض قد يكون افتراض. المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية تحفظ الأنظمة القائمة وتمنع الدول من التدخل بشؤونها. نحن هنا نتحدث عن جماعات إرهابية مسلحة في مواجهة قوى الأمن في هذا البروتوكول. يا سحلول، وكالة الاف بي اي التركية، هل مشروع القرار، مسودة القرار الروسي لمجلس الامن يعتبر تغيير في الموقف الروسي، وهل هناك تنسيق بينكم وبين الروس من اجل هذا المشروع، وما مغزى عدم رد الحكومة السورية على اتهامات القادة الاتراك على سوريا؟ وحدة يا اخي، انو بدك انو شق؟ أولا، التنسيق بيننا وبين الأصدقاء الروس بشكل يومي، إما عبر السفير الروسي في دمشق أو من خلال اتصالات هاتفية نجريها مع القيادة الروسية. لذلك لا يوجد أي تغيير في الموقف الروسي. موقف روسيا واضح، هم كانوا ينصحون سوريا بالتوقيع على البروتوكول ونحن لبينا هذه النصيحة أيضا. لساتنا بالصف الأول. معالي الوزير، تحدثتم عن شكوك في النوايا، وقد ساد في المرحلة الماضية شعور لدى الرأي العام السوري أن هذه الشكوك ليست فقط شكوك، وإنما هناك يقين بأن هناك نوايا سيئة تجاه سوريا. يبدو أننا الآن أمام معادلة معقدة بشأن ما يجري في سوريا وما يجري حول سوريا. لا يمكن أن نفصل موضوع البروتوكول عما يجري في إسطنبول وما جرى بالأمس في تونس وما يجري من شحن وخاصة الإعلام. أنا لا أريد أن أتعرض، أنا لا أريد أن أتعرض للإعلام. أنا أقول التحريض الإعلامي جزء من الخطة. ما يجري حول سوريا شيء، وموضوع البروتوكول شيء آخر تماما. مشروع البروتوكول أو اللي أصبح بروتوكول هو عملية مراقبة للوضع في سوريا. كثير من دول العالم
لا تريد أن تعترف بوجود جماعات إرهابية مسلحة. هم سيأتون ليروا أن هناك جماعات إرهابية مسلحة تعيث فسادا في الأراضي السورية، ضرب أنابيب الغاز، ضرب أنابيب النفط، الاعتداء على المؤسسات الرسمية والخاصة، خطف، قتل، هذا كله سيشاهدونه بهم عين. فلذلك يجب أن لا نخشى إطلاقا. أنا يهمني أن لا يتجاهل أحد إطلاقا، إن كان عربيا أو أجنبيا، أن في سوريا سيادة وطنية وشعب سوري، نحن نحرص على أمنه ونحرص على حريته ونحرص على بناء سوريا أفضل. خلص أرجوك. خذ العبود مراسلة الأنباء الكويتية. معالي الوزير، هناك صحفيين أجانب ومنهم صحفي إسباني أجرى حوار مع مقاتلين ليبيين دخلوا عن طريق تركيا إلى سوريا، كما أن هؤلاء المقاتلين يوجد منهم في مدينة حمص التي تشهد توترا في الوقت الحاضر. هل تصلتم مع القيادة التركية بهذا الخصوص؟ وفي حال تصلتم ماذا كان الرد؟ كما أن هناك زيارة لمشير ديباري تزامنا مع توقيع سوريا للمبادرة العربية، ترى متى سيصل السيد مشير ديباري وما مضمون مبادرته؟ هل هي ضمن المبادرة التي وقعت عليها سوريا أم أن هناك لا جديد؟ لا لا. الحقيقة أريد أن أؤكد لك أن قرار توقيع سوريا على البروتوكول هو قرار وطني محض. عندما لمسنا أن مشروع البروتوكول يصون سيادتنا الوطنية ويتم كل خطوة بالتنسيق مع الحكومة السورية، قبلنا التوقيع على مشروع البروتوكول. أما المبادرات الأخرى التي من شأنها الإسهام في حل المسألة، نحن نرحب بكل جهد عربي مخلص يسهم في حل الأزمة، لا علاقة لها بالبروتوكول. ما عندي فكرة والله، ما عندي فكرة. على كل حال هذا موضوع القيادة العسكرية هي صاحبة الشأن فيه. أستاذ وليد، طالما عم نحكي بالنوايا لبعض العرب، هنالك بعض النوايا أيضا تجاه سوريا، أن سوريا وقعت وأن ستغرق العرب في التفاصيل، وليمكن هذه المبادرة يمكن أن تستمر كذا سنة حتى تنفذ، وبالتالي هل هو لعبة وقت تتقنها سوريا في هذا الاتجاه؟ يعني بمعنى يعني أنت أنت النقطة لا بس مشان موضوع التدوين، حضرتك عم تقول رفضنا التدوين، طيب شو بتفسر الانطلاق الروسي والمشروع الروسي إذا مو تدوين؟ روسيا لا، روسيا ليست عضو في جامعة الدول العربية. أنا أتحدث عن أعضاء الجامعة العربية. ثانيا أريد أن أقول، إذا كنا سنغرق البعثة بالتفاصيل عليهم أن يتعلموا السباحة. نحن مدة البروتوكول شهر، قابلة للتمديد شهر آخر. نحن سنتعامل بكل جدية وحرفية وموضوعية مع هذه البعثة العربية، وسيكون التنسيق بيني وبين الأمين العام للجامعة بشكل يومي. قلت لك مدة البعثة شهر، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين شهرا آخر، فلا أحد يغرق بالتفاصيل. مع الوزير نزار فر تلفزيون الدنيا. السؤال الذي سأسأله هو ليس سؤالي أنا، هو سؤال العشرات من المواطنين السوريين الذين يتواصلون معنا. في سؤال أساسي، يعني إشارة لما تحدثت به حضرتك عن موضوع الشكوك والنوايا بالنسبة للفترة القادمة. لم يعد هناك شكوك ونوايا بعد المؤتمر الصحفي يوم الجمعة الماضي، لم تعد هناك محل الشكوك، أصبح وثائق. أتحدث عن موضوع الشكوك في الفترة القادمة، يعني هل نحن الآن حسمنا أن الموضوع ليس فيه نوايا، أي نوع من النوايا غير الطيبة؟ نتحدث عن الفترة القادمة، يعني علمها
بيد الغيب وبالأمور التي ستتعلق بعمل اللجنة وعمل من سيأتي إلى سوريا. ولكن السؤال هو أنه في حالة غموض، لا أقول قلق، حالة غموض يعني تكتنف الرؤية لدى الكثير من السوريين يريدون أن يطلعوا على رؤية القيادة للفترة القادمة. يعني يريد السوريون أن يعرفوا ما هو موقف القيادة، إلى أين الأمور تسير في سوريا؟ والله إلى أين هذا سؤال. كما قلت لك، نحن حريصون على إنهاء الوضع الحالي بأسرع ما يمكن، لكن لا أستطيع، لست في موقع من يحدد فترة زمنية. نحن نريد أن نخرج من هذه الأزمة ببناء سوريا آمنة، سوريا الحديثة، سوريا